ألو، سامعني كده؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سامعني يضغط واحد. جميل، معاكم باسم عبد الله عرابي، مدرب شبكات اي تي بروفيشنال، معايا شهادة سي اي تي. هنتكلم النهاردة عن الشبكات، كلام بسيط كده، مقدمة، تعريف، ومدى أهمية. ممكن صوت واضح؟ الصوت واضح كده؟ تمام، ممكن الإخوة يقلبوا السلايد؟ الإخوة من الفني ممكن يقلبوا السلايد؟ في قدامنا مثال بسيط جدا للشبكات. يعني ايه شبكات اصلا؟ في الاول شبكات يعني جهاز كمبيوتر متصل بجهاز اخر. اقل صوره ليه او ابسط صوره لجهاز للشبكات هو جهاز اللاب بتاعك اللي انت ممكن توصله بالبي سي الخاص بتاعك في البيت عشان تبادل البيانات بتاعتك عليه. اكبر صوره للشبكات هي شبكه الانترنت اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي. احنا عندنا ابسط صوره اللي هي جهازين فما فوق لحد شبكه الانترنت. طب انا بستفيد من الشبكات او بعمل شبكات ليه؟ ايوه كده، الصوت واضح. انا بستفيد من الشبكه وبعمل شبكات ليه؟ زي ما بيقولوا بالمثال يتضح المقال. قدامنا صوره هنا حضراتكم واضح فيها 4 كمبيوترات متوصلين ببعض بشبكه بسيطه بيتشاركوا فيها الانترنت. يبقى انا بعمل شبكات عشان اشارك الموارد بتاعتي. ممكن الموارد دي تبقى انترنت، ممكن تبقى برينتر، ممكن تبقى سكانر، ممكن تبقى اي شيء، ممكن تبقى ملفات. ممكن حضرتك نقل السلايد. ده مثال، المثال اللي فات اللي بيسأل للشبكات اللان والمان والوان. المثال اللي فات كان شبكة بسيطة لمكتب صغير، ممكن يبقى مكتب شركة صغيرة أو شبكة عندك في البيت صغيرة. المثال التاني اللي قدامنا ده شبكة كبيرة ممكن نشوفها في الشركات الكبيرة زي البنوك، زي الشركات الاتصالات الكبيرة، زي السنترالات. لازم يبقى فيها شبكة بالشكل ده. نقلب السلايد. دي اللي بنسميها الوان، هي الشبكات العريضة أو الكبيرة. يبقى ايه أهمية الشبكات؟ أول حاجة فيها هي مشاركة الموارد. الموارد دي ممكن تبقى أجهزة زي برينتر وسكانرات، ممكن تبقى تطبيقات. ممكن أحط تطبيقات مختلفة احطها على جهاز واحد، اشتري تطبيق واحد احطه على جهاز واحد، جهاز الخادم بتاعي او جهاز السيرفر، والباقي يستفيد منه. ممكن ارجع للسلايد تاني. السلايد الاخيره بعد اذنكم، اخر سلايد. ممكن آخر سلايد. تمام، الفائدة الثانية بعد كده اللي قلناها مشاركة الأجهزة والتطبيقات. بنستفيد من كده إن إحنا بنخفض التكاليف بدل ما نجيب لكل جهاز عندنا في الشركة. لو عندنا مثلا شركة مكونة من 20 جهاز، بدل ما نجيب لكل جهاز برينتر وسكانر والأجهزة التانية ونجيب لكل واحد التطبيقات بتاعته زي الأوفيس مثلا، لا إحنا بنجيب جهاز واحد كبير بنسميه سيرفر، بنحط عليه كل الموارد بتاعتنا إحنا، والبيت الشركة بتشارك الموارد دي معاه. ده بيؤدي لتخفيض التكاليف، بيؤدي لسرعة في الأداء. لو افترضنا مثلا إن في شركة مكونة من 10 طوابق عشان موظف ينقل ملف من الدور العاشر هياخد وقت غير فاحنا بنختصر في الوقت والتكاليف بإنشاء شبكة داخلية داخل الشركة بتاعتنا. طيب، هو احنا ممكن نستغنى عن الشبكات؟ ده سؤال ليكم انتوا. ممكن نستغنى عن الشبكات؟ ردوا عليا. الفرق بين اللان والوان انا قلته من شوية. لا لا طبعا. جميل جميل. الفائدة الإدارة المركزية احنا قلنا من شوية دلوقتي، قلنا توفير في الوقت والمجهود.
محافظة على البيانات، أمن المعلومات بنحافظ عليها، سرية المعلومات برضو بنحافظ عليها، نظام تشغيل السيرفرات. عندنا أجهزة، عندنا أنظمة مختلفة أشهرها على الإطلاق اللي هو مايكروسوفت سيرفر بإصداراته المختلفة 2003 2008، حاليا دلوقتي في 2012. الفيروس انتقل عبر الشبكات طبعا إذا لم يكن عندي أنتي فيروس، جهاز أنتي فيروس، آسف، تطبيق أنتي فيروس. أحمي الشبكة إزاي من الإختراق؟ في عندي حاجة اسمها فاير وول، وفي أجهزة تانية اسمها ريديس، وفي حاجات بنعملها عشان نعمل حاجز يمنع الاختراقات. إزاي تعمل فيروس؟ إحنا مش طريقنا إزاي نعمل فيروس، إحنا هنا هدفنا إحنا نحسن طيب يا نفسنا في أستاذ صنع باسم، الفيروسات. شكرا لكم.